عمر الشناعي فنان تشكيلي عصامي من مدينة الخميسات بالمغرب. بدأت المسيرة الفنية ديالي منذ الطفولة، كأي طفل بدأت أرسم على الورق على أي حاجة متاحة، وبعد تشجيعات ديال الأصدقاء والعائلة انتقلت لمرحلة أخرى أنني بديت كنشارك في معارض على صعيد المدينة التي أسكن فيها. وبعد ذلك تطورت الفكرة، بدأت أنخرط في جمعيات تهتم بالفنون التشكيلية، حتى بدأت أنني أعمل على مستوى عالي، أنني أعرض مع جمعيات في قاعات بالرباط بمدينة طنجة بأكادير. على الصعيد الوطني أنا عندي عدة مشاركات، شاركت في عدة مهرجانات كمهرجان ألوان دكالة بالجديدة، وشاركت في عدة مسابقات، حاصل على عدة جوائز في الميدان الفني، كجائزة أحسن لوحة للمسيرة الخضراء مؤخرا، وجائزة أحسن جدارية، وجائزة أحسن لوحة تراثية لمدينة الرباط، وكذلك شاركت في مهرجان تطوان للفنون التشكيلية، ومهرجان الملتقى الدولي للفنون التشكيلية بمدينة القنيطرة المنظم من طرف مؤسسة محمد البوكيلي، مهرجان مدينة خنيفرة، وشاركت في مهرجانات عدة، وكذلك معارض فردية وجماعية في قاعات بمدينة الرباط، وكذلك عدة مشاركات أخرى. على الصعيد الدولي أنا شاركت في مهرجان في مدينة برشلونة، وهو معرض جماعي في إطار دعم الوحدة الترابية، وكذلك معرض جماعي في يمثل قرية نموذجية مغربية في مدينة كراي الفرنسية، وكذلك مؤخرا أنا حاصل على ميدالية الفضية من طرف الهيئة العليا للفنون والعلوم بباريس. وسبب تواجدي الآن في مدينة باريس الفرنسية هو في إطار المشاركة في الملتقى الدولي للفنون التشكيلية المنظم من طرف المؤسسة اليونانية زيرفاس آر للعلوم والفنون، وهذا الملتقى هو جسر للتواصل بين فنانين تشكيليين من أقطار الدول العربية والأجنبية. أنا جد فخور بمشاركتي في هذا الملتقى، حيث حصلت على دبلوم ماستر آر وكذلك شواهد أخرى. هذا الملتقى عرف مشاركة أزيد من 45 دولة، منهم المغرب. أنا أفتخر بالمشاركة بأنني أمثل بلادي في هذا الملتقى. صراحة ملتقى رائع، كان في المستوى، والتمثيلية المغربية كانت في المستوى الراقي. نتمنى أن نكون دائما في الملتقيات نمثل بلادنا أحسن تمثيل. رسالتي للمهتمين بالفنون التشكيلية أنهم يكتفوا من المشاركات في الملتقيات، لأن هي تتيح لنا فرصة لنعرف عن بلادنا ونرفع رايتنا في الأوطان. ونحن نفتخر بأننا مغاربة حاضرين في عدة مهرجانات وحاضرين بقوة. الحمد لله على هذه المشاركة، أنا أفتخر بها، وكل ما حصلت عليه من ميداليات وشواهد ودبلومات أنا أهديه بالدرجة الأولى لوطني ولأحبابي في الوطن ولملكي. صراحة نحن نفتخر بكوننا مغاربة، مغاربة مستقرين بالسلم وراء ملكنا، ملك عظيم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. نحن نحييه من هنا، ونحن وراءه في السراء والضراء بكوننا مغاربة متفانين، محبين لوطننا، محبين لبلادنا وملكنا. وعاش الملك، وعاش المغرب.